بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلون يا أباء. موضوعنا الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. امبارح خدنا كذا فكرة، اللي بيزرع شكر بيحصد بركة، اللي بيزرع فكر مقدس بيحصد سلام، اللي بيزرع في أولاده بيطلع له قديسين في التربية، واللي بيزرع أخطاء حياته بتتملي أخطاء ويحصد في نهاية الحياة مشاكل كتير قوي. بما أننا بنتكلم في الزراعة والحصاد والتعب ونتيجة أي تعب، في آية جميلة في الموضوع ده تقول تعبكم ليس باطلا. ساعات الناس في لحظة ضعف كده أو لحظة حزن تقول خسارة التعب، تكون اشتغلت جامد وبعدين في الآخر خسرت، أو دخلت في موضوع ومشيت فيه وبعدين منفعش فيصعب عليك. في الدنيا في كده كتير، إنك تتعب. مثلا واحد مرة قابلني قال لي أنا تعبت جدا عشان أخلص ورق الهجرة، وبعدين لقيت بيتي هيخرب، خدت وعيالي ورجعت، وبقول طب ضيعت 3-4 سنين غير فلوس قد كده وفي الآخر طلعت مش سكتي. فعلا احيانا يكون في الدنيا التعب ممكن يبقى باطل، بس مع ربنا في قاعده اسمها تعبكم ليس باطلا. يعني في الدنيا وارد ان في ناس تتعب وما تتوصلش ما تكسبش، لكن تاكد ان مع ربنا ما فيش حاجه اسمها كده. ده اللي احنا عاوزين نعيش فيه الحته الوقت ده ونفكر فيه، لان ده يفتح نفسنا على التعب المقدس، يخلينا ما نستخسرش مجهودنا ابدا، لان متاكدين انه دايما في جدوى، دايما في نتيجه حتى لو ما شفناهاش بعينين. النص الجميل ده نهايه الاصحاح المشهور بتاع كورنثوس 15. كورنثوس 15 ده اكبر اصحاح في رسائل بولس، في الميت اصحاح اللي كتبهم بولس، اللي بيتكلم عن اثباتات القيامه، لانه في كورنثوس كان في تشكيك في موضوع القيامه. الناس بتقول ما حدش هيقوم، قال لهم لو احنا مش هنقوم يبقى المسيح ما قامش، ولو المسيح ما قامش يبقى ما فيش مسيحيه خالص، يبقى باطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم، ونبقى احنا كدابين بقى اللي عمالين نقول المسيح قام. طب ولو كان المسيح ما قامش واحنا مش هنقوم، امال احنا بنسيب نفسنا نموت كل يوم ليه؟ مجانين يعني كلنا؟ وبعدين بنتعمد ليه لو كان المسيح ما قامش؟ قاعد يقول حجج تؤكد ان المسيح قام. لكن اخر جزء الاصحاح ده اطول، يعني من أطول إصحاحات بولس وأقواه، وده اللي بيتاخد منه دايما جزء في الخارجات. بولس الخارجة دايما من كورنثوس 15، لأنه في خبر القيامة واضح. ينتهي بكلمة إيه؟ تعبكم ليس باطلا. تعالوا خدها قبلها شوية عشان في شوية أفكار عقيدية كده هرجعها معكم. هو ده سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. إن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبه. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. تعالوا ناخدها حتى حتى. أولا تعبير كلنا نتغير، ده تعبير مهم. ربنا يسوع لما قام كان في نوع من التغيير حصل، انه فجأة بيلاقوه واقف في العلية وسطيهم بدون مقدمات، ما كانتش بتحصل قبل كده. يبقى واضح ان في تغيير، ما هو المسيح طبعا مسكوه لمسوه تأكدوا ان هو هو، بس في تغيير شوي. التغيير ده هو اللي بنسميه احنا في لغتنا الايه؟ الجسد الممجد او الجسد النوراني. طيب هنا في سر، لازم كل الناس تموت قبل يوم القيامة؟ قديس بولس قال لا، مش كل الناس هتموت قبل يوم القيامة.
المسيح يوم ما يجي على السحاب هيبقى فيه ناس عايشة. وعشان كده المسيح قال كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وبعدين جه الطوفان، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان، يبقى هيبقى فيه ناس عايشة تأكل وتشرب وتتجوز وكل حاجة، وفجأة هيخلص العالم. طيب اللي زي اللي قبلينا واللي زينا لو لسه يعني على القيامة كتير، كلنا هنبقى متنا رقدنا. فبيقول بص، مش الكل هيكون مات ساعة المجيء التاني، لكن الكل لازم يتغير. يبقى القاعدة دي مهمة أحبائي عشان نقدر نتخيل يوم القيامة هيمشي ازاي. التغيير اللي بيحصل يوم القيامة ده نعمة. بمعنى ايه؟ مفيش حد فينا بيقدر يكتسب الصفات النورانية بتاعت الجسد بتاع القيامة إلا لما يموت ويقوم، أو إلا لما يجي المسيح على السحاب. فكلنا نتغير، احنا دلوقتي بنحاول نتغير، بس في تغيير جذري ناخده كنعمة يوم القيامة. عشان كده القديس بولس في حتة تانية يقول ايه؟ ننتظر مخلصا سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، في فيليبي 3. يغير شكل جسد تواضعنا، تواضعنا يعني جسدنا التعبان، ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته. هو يقدر. فانت هتقول طب انا مش هقدر اكون ممجد، هم دي مش شغلتك. كلنا ننتظر المعجزة دي، ان يوم القيامة انت على قد ضعفك ومرضك وعيشتك وكله تاخد جسد ممجد تنور زي الملائكة كده بنعمة سماوية. تغييرنا بقى لما ربنا يدي النعمة دي لمين؟ للي بيجاهدوا دلوقتي، للي بيتغيروا دلوقتي. يبقى تغييرك حاليا ليك دور فيه، تغييرك أخيرا ملكش دور فيه. أقولها تاني، تغيير النهاردة أنت مشارك فيه، أنك بتجاهد بتصلي بتتحدى طباعك الوحشة بتحاول تخدم، ده كل ده محاولة تغيير في نفسك. كويس، هنا النعمة والجهد يشتغلوا مع بعض. أنت بتجاهد وربنا بيديك نعمة، فإيه من مجد إلى مجد بتتغير، على اعتبار أن التغيير النهائي ده بقى إيه؟ النعمة أو المكافأة السماوية عشان تدخل السماء بجسد ممجد. برضو دقة الألفاظ، يقول كده القديس بولس لا نرقد كلنا، ما قالش لا نموت، عشان نبطل نقول حكاية نموت دي. قال مش كلنا هننام، لكن كلنا هنتغير. لا نرقد، عشان كده سميناه أشية الايه؟ مش الميتين، أشية الراقدين. الراقدين لأنه لا يكون موت لعبيدك. احنا كلنا نرقد، الرقاد يعني النوم، والمسيح تسمى باكورة الراقدين، فبقى كلمة خفيفة على القلب، كلمة مريحة جدا، ان احنا هنرقد. طب وماله لما الواحد يرقد؟ ده يبقى مرتاح يعني. وبعدين يقول ايه؟ في لحظة افترفت عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق. عشان كده بص، رئيس الملائكة اللي دحرج الحجر هو نفسه اللي هيجي يوم القيامة يعمل صوت عالي جدا، لأن قيامة المسيح هي أول خطوة في قيامة البشرية كلها. فرئيس الملائكة أعلن عن قيامة المسيح، مش هو اللي دحرج الحجر؟ هو نفسه هيجي بقى مع بوق شديد جدا في استقبال المسيح اللي جاي على السحاب. فإنه سيبوق بصوت عظيم لرئيس الملائكة فيقام الأموات. هنا خلي بالكوا كلمة الأموات، ليه ما قالش الراقدين على فكرة؟ عارفين مين شاطر يقولها؟ عشان غير المؤمنين كمان هيقوموا. الراقدين دي تنطبق علينا احنا المؤمنين اللي ملناش في الموت، نحط رأسنا بس ما سمناش مات، متنا. طب والأشرار؟ لا ماتوا. يقام كل الأموات. فهمتوا الفكرة؟ مش بيقام الراقدين بس، مش احنا اللي هنقوم والأشرار يقعدوا في القبر، لا كله لازم يقوم، كله يحضر اليوم ده. فيقوم الأموات عديمي فساد، ودي تمشي على الكل برضه. يعني ايه عديمي الفساد؟ يعني ولا جسدك انت كممجد او جسد حتى الشرير هيفنى بعد كده، سيستمر الجسد في حالة دائمة، اما في حالة نعيم او في حالة عذاب، لكن سيستمر. ونحن نتغير، هو على افتراض ان واحد نحن دي الناس اللي هتكون عايش، لو ما كانوش ماتوا هيبقوا هم نفسهم هيتغيروا. تعالوا نتصور لقطة كده من يوم القيامة، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الناس عايشة على الارض واحنا في القبر،
ربنا يديكم العمر. وبعدين يحصل صوت فظيع بوق شديد، وبعدين نبتدي المسيح يظهر على السحاب، كلنا نقف. اول ما نطلع من القبر نكتشف ان احنا واخدين اجساد ممجده، شكلنا منور ومش حاسين بجوع ولا عطش ولا مقر، خلاص كل حاجه راحت، كل حاجه نيجاتيف راحت. اللي عايشين في الوقت ده تبص حواليك، واحد بقى من احفادك يمكن مثلا، تلاقيه هو في اللحظه دي اتغير من غير ما يموت، من غير ما يعدي على الموت، حصل تغيير فجائي في اللحظه دي، خد هو كمان الطبيعه الممجده. ماشي؟ يبقى المسيح جاي على السحاب، كل اللي بيحبوه زيكم من كل الاجيال، عهد قديم وعهد جديد واللي بعدينا، اول ما هنبص عليه بحب كده هنلاقي نفسنا اتشفطنا على السحاب معه، هنطير معه على السحاب. هو ده الاختطاف في الفكر الارثوذكس. يوم القيامه مفيش حاجه قبله ولا بعده، في يوم القيامه نخطف جميعا على السحب. اللي على الارض بقى اللي هم كانوا ضد المسيح، ضده، اما رفضوا الايمان به او رفضوا التوبه، دول هيصرخوا، هيصوتوا. ليه؟ لان هيكتشفوا ان المسيح هو الاله الحقيقي، فيقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الغروف، لانه قد جاءت ساعه انتقام وساعه غضب. ان هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد. هو بيتكلم عن الجسد دلوقتي، الجسم ده فاسد بمعنى ايه؟ واحنا قاعدين كده في خلايا بتموت، احنا واحنا قاعدين بنعجز في الدقايق دي، طبيعه الجسد كده عمال ينحل مع الايام، فما ينفعش ده يورث السماء، لانه ان لحما ودما لا يقدران ان يعين ملكوت الله. عشان كده قال ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعين ملكوت. ليه؟ المولود من الجسد جسد، المولود من الروح روح. فالجسد الارضي ده مش مؤهل انه يحتمل مجد السماء ولا يعيش الحياه الابديه. وهذا المائت على الجسد يلبس عدم موت. لما بقى في اللحظة دي متى لبس عدم هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، ساعتها الكلمة اللي اتقالت تتحقق 100% اللي هي ايه؟ ابتلع الموت الى غلب. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هوت؟ هتقولوا لي طب ما احنا بنقولها يوم المسيح قام، احنا بنقولها يوم المسيح قام بس لسه بنموت، فاهمين؟ بس لما المسيح قام ضمن لنا القيامة، فهي مفعولها يكمل يوم القيامة، لكن عربونها بان مع قيامة المسيح. اطمننا لما المسيح قام ان الموت اتغلب، لكن تتصرف لينا بحقيقتها كاملة يوم القيامة. يبقى مفيش موت خالص بعد كده، مفيش السيرة دي، لا يكون موت فيما بعد. حد فهم حاجة؟ تاني نقولها تاني الحتة دي. يوم قيامة المسيح، يوم عيد القيامة، دايما نهلل ونقول بالموت داس الموت، ابتلع الموت الى غلبه، اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاويه؟ اللي واقف يقول يا بختكم يعني مش هتموتوا، نقول له لا لسه هنموت. اللهم المهيصين ليه ومهيبرين ليه؟ ما انتوا هتموتوا اهو زينا. نقول له لا بس احنا كده هنموت واحنا مطمنين، لان هنموت ونقوم خلاص. ولما يحصل يوم القيامه ونقوم، ساعتها الكلمه تكمل انه صار الموت الى غلبه. يبقى الموت اتغلب جزئيا دلوقتي، خسر شوكته، يعني ايه؟ ما عادش مؤذي، ما عادش بيخوف. ليه؟ خلاص احنا اطمننا ان احنا هنغمض عينينا وهنفتح عينينا، بسيطه يعني، لكن ضامنين ان احنا نفتح عينينا. واضحه؟ زي ما انت بتنام ربنا يديك الصحه والعمر، لكن متوقع هتصحى، مش عاده بيحصل كده يعني، بتنام بتبقى متوقع عادي تصبح، حتى انت قبل ما بتنام بتقول ايه؟ تصبح على تصبح، ها؟ يعني عشمان يعني، فكويس. هي نفس فكرة الموت، بتنام بتموت لكن بتقول نصبح على خير، يعني نقوم كلنا على خير، بدل تصبح على خير نقوم على خير. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة، اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا موت؟ في كورنثوس 15 قبلها بكم آية كده قعد يعيد ويزيد في المعنى ده، لأنه ده سؤال محير ومهم. الناس هتعيش إزاي في السماء؟ شكلنا إيه بكرة؟ يعني إيه الجسم التعبان ده يشوف المسيح ويبقى مع الملائكة إلى الأبد؟
يقول هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف يقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا، هنا حيوانيا يعني إيه؟ شبه الأجساد الأخرى الحيوانية بس هو جواه روح إنسانية، ويقام جسما روحانيا، هذه الأجساد الروحانية أو الأجساد الممجدة أو النورانية، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. يبقى بولس استفاض في شرح فكرة في فرق بين جسدنا مستقبلا وجسدنا دلوقتي، هو نفس الجسد وشرحها وقال البذرة والشجرة، هي البذرة هي اللي عملت الشجرة، بس في فرق كبير قوي بين البذرة والشجرة، لكن هي حاجة واحدة، بذرة الفول هي اللي عملت الفول، وبذرة البلق بتاع أيا كان المانجا دي هي اللي طلعت شجرة المانجا. سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، الموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. ده كلام عن يوم القيامة بقى، دلوقتي لسه في وجع، لسه في صراخ، لسه في موت، بس إيه؟ اتشال السم بتاعه، زي تعبان خدنا منه السم فبقى تعبان لعبة يعني، بس لسه موجود. يبقى بالتالي احنا بنحتفل بقيامة المسيح، لكن منتظرين القيامة العامة، منتظرين يوم القيامة، كلنا كمسيحيين مستنين اليوم ده. القديس بولس مرة يقول ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ليه؟ الجسد ده تقيل علي، الجسد ده بيحتاج يأكل ويشرب، الجسد ده بينام، الجسد ده بيميل للأرض، فهو متغاظ منه، وده نفس الغيظ اللي عند كل الأبرار، إنه إمتى بقى نخلعه؟ امتى بقى نستبدله بجسد ممجد يحب يسبح على طول، يحب البر والسلام والقداسة على طول. أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. يعني إيه اللي خلى الموت مؤذي؟ الخطية. وقوة الخطية الناموس. يعني إيه؟ كلمة غريبة شوي، قوة الخطية هي الناموس. إيه ده الناموس؟ ده حاجة وحشة بقى. لا، الناموس هو القانون اللي أثبت عليك الخطية. تاني بمعنى ايه؟ لو مثلا إشارة المرور الغرامة 200 جنيه، ما كانش في إشارات، الحمد لله اليومين دول إشارات كترت قوي، فيعني ربنا يستر. لما ما كانش في إشارة كنت انت عمال طالع داخل ما فيش قواعد، مش كده؟ انت ما بتسوقش كويس وعمال تكسر القواعد، بس ما فيش قانون، ما فيش ناموس، ما فيش إشارة تمسك عليك الغلط. أول بقى ما تعمل القانون أو اتحطت الإشارة، ومنمر دي اللي بتعد علينا دي، يبقى أنت غلطت كده، فهمتوا؟ اتمسكت عليك الخطية. فأتاري الناموس لما جه بدل ما يعين البشرية تتصلح أثبت على البشرية كل البلاوي اللي بتعمل، فأصبحت قوة الخطية في الناموس لأنها مسكت علينا الغلط. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني طول ما أنت لازق في المسيح ما تخافش بقى، خلاص أنت كده إيه؟ بتموت وقمت في المعمودية، قوة القيامة في جسمك خلاص، يعني أنت عندك قوة قيامة تبعك، خدتها يوم ما تعمدت وبتثبت فيك كل ما بتتناول. المسيح اللي فيك هيقومك، لما بتحط راسك ما انتش خايف، لانك هتقوم، هتقوم وهتقوم تبعه، هتقوم مش زي اي واحد، هتقوم، هتقوم عشان تنور وتبقى معاه على السحاب. اذا احنا في موسم القيامة احبائي عايشين على حس القيامة، خلاص عايشين منتظرين كلنا اللحظة، مش اللي هنغمض عينينا فيها، اللحظة اللي بعدها اللي هنفتح عينينا. وبالتالي بقى الموت شهوة بقى. ليه؟ لانه خلاص اول ما غمضت عينيا يبقى اللحظة اللي بعدها فتح، مش هحس بالوقت. خلي بالكم، مسافة ما تغمض عينك هتفتح عينك، قعدت 1000 سنة، قعدت 100 سنة، خلاص يبقى انت اللحظة اللي بعدها يوم القيامة. فاصبح موت القديسين شهوة لانه انطلاق للمسيح. كمان الغلبة دي تخليك ما تبطلش تقول اشكرك يا رب، اشكرك لانك غلبت مصيبة انا عمري ما فكرت حتى اغلبها، اللي اسمها الموت دي. غلبت الطبع الصعب اللي جوايا اللي انا ما كنتش حتى اقدر اتحداه، هذا الجسد الضعيف اللي مليان عيوب، واصبح اكلنا الروحي اللي هو ممثل في جسد الرب ودمه علامة النصرة والغلب. انا كل ده عشان اوصل للحتة بتاعت ايه؟ تعبكم ليس باطلا،
آخر آية دي بقى، إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني إيه؟ أولا راسخين مقصود بها إيه؟ راسخين في الإيمان. أخطر حاجة أحبائي إن الإيمان يتهز. كلنا بنغلط، كلنا بنفطر، كلنا بنضعف، كلنا ممكن نأثر في صلواتنا، في محبتنا للناس، بس كل ده كوم إلا الإيمان. لو تهز إيمانك إن المسيح مات وقام، أو إن أنت هتقوم من الموت، أو تهز إيمانك بالحياة الأبدية، بتخسر كل اللي عمله المسيح معك. الباقي كله إيه؟ تقع وتقوم على قدك، أنت ضعيف، لكن حاسبه جدا على موضوع الإيمان ده. خليكوا راسخين في الإيمان. اللي خلى شهداء ليبيا يكملوا للآخر مش لأن هما ما بيغلطوش، لا دول عيال زينا بيغلطوا، لكن كانوا راسخين في الإيمان، كان إيمانهم قوي، إيمانهم إن المسيح شاهد على موتهم وهيديهم حياة أبدية هو اللي دخلهم للاستشهاد. إحنا بنصلي ونقول إيه؟ احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. ما بنقولوش شيل عننا الأعداء وابعد عننا الإرهاب، لا، الأهم احفظنا في إيمانك، راسخين في الإيمان. الإيمان ده ضد الشك، ضد الخوف. المسيح كلف نفسه مشوار تاني عشان توما، قال له لا تكن غير مؤمن إلا دي يا توما، لا ما سبكش غير مؤمن أبدا، لازم تبقى مؤمن. تعال حط صبعك، مش هزعل، تعال اشكي لي همك، تعال قول لي انا مش مقتنع، اعمل انت، بس ما تبقاش غير مؤمن، لانك لو فضلت غير مؤمن بتخسر كل حاجه. الايمان بالمسيح اللي قام من الموت وادانا قوه قيامته هو كل حاجه، هو دي المسيحيه قبل اي حاجه. بعد كده ايه؟ 30 و60 و100، كل واحد على قده في الوزنات. كونوا راسخين. راسخين كمان في المحبه. ليه؟ لانه الوصيه العظمى، بما انك القيامه مستنياك حب الناس، بما ان القيامه مستنياك قضي اليومين دول حب في الناس. ادي ملخص المطلوب. يوحنا الاولى بيقول نحن قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه. علامه ان احنا عشنا حياه جديده او اتنقلنا للقيامه ان احنا من دلوقتي ابتدينا حاله حب، ما بنعرفش نكره حد، بنحب الكل. خليكوا راسخين في المحبة. احنا بنحب بس مش راسخين. ليه؟ تبص تلاقي واحد قال لك كلمة ناشفة شوية، بقيت بتراجع بتحب ولا لا. لا، ده كلام ده، لا، راسخين في المحبة. حتى لو قال كلام بايخ وماله، هفضل احبه برضه. هي الحكاية واقفة على كلمة، واقفة على موقف. راسخين، خليك كبير. والرسوخ في المحبة أحبائي ضد الذات والطمع. ليه؟ لأن عدو المحبة هو الأنا، هو الذات. تركيز على النفس هو اللي بيخليك مش عارف تحب الناس. تركيز على نفسك بيخليك مش عارف تحب الناس، لكن لما بتنسى نفسك بتلاقي نفسك راسخ في المحبة. راسخين في الوصية كمان. ليه؟ لأنه الوصية هي اللي بتجهزك بقى للسماء. كل مجموعة الوصايا اللي قالها المسيح بتخليك شبه المسيح. الوصايا دي ضد الكسل، ضد الفتور. يلا قوم اشتغل، قوم اشتغل، اعمل عمل صالح، قوم صلي، قوم، وهكذا. فبيقول بما ان المسيح ضمن لنا القيامة، فتح لنا الحياة الابدية، تقدم الصفوف وصار باكورة الراقدين، وبقينا كلنا في ديله مرصوصين وراه مستنين نغمض عينينا ونقوم زيه. طيب خليكوا ايه بقى؟ خليكوا راسخين غير متزعزعين. متزعزعين دي اللي هي تعمل كده يعني، ودي وصف بها المسيح مرة رجال الدين في زمنه. قال ماذا خرجتم للبرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ كان بيشاور على مين؟ على رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اللي هم ايه؟ على كل لون. يعني لو بيلاطس يعجبه نقول كده، نقول كده. لو السوق عاوز كده نمشي كده. قال لهم ماذا خرجتم؟ أنبي؟ أقول لكم وأعظم من نبي. ليه؟ لأنه مش بيعمل كده، غير متزعزع، يعني مش بيمشي على هوى الناس، مش بيقول ما يطلبه المستمعون، لا، ده هو بيقول حق ربنا حتى لو هيموت. فكونوا راسخين غير متزعزعين، ما تتقلقلوش يعني،
خليكم ثابتين. أيوة ممكن يحصل في العالم سيكون لكم ضيق، خليكم راسخين، أنا غلبت العالم، غير متزعزعين. ممكن العالم كله يبقى ضدنا، ضد المسيح، وماله، راسخين غير متزعزعين. النهاردة العالم ماشي هايج على الكنيسة القبطية بالذات جوه وبر. طب وماله وماله، خليكم راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب. التعبير ده بقى مهم ليه؟ كلكم بتعملوا عمل الرب، بس عاوزين نكتر، عاوزين نكتر عن كده. انت مثلا بتقرا الانجيل قد ايه؟ ربع ساعة؟ ما تكتر شوية، ما تزود شوية، ده اسمه عمل الرب؟ ده اهم كتير قوي من الجرايد والتلفزيون والفيسبوك والشغل والاكل مكسرين. زود، بدل انت باصص على القيامة، ده بقى التطبيق العملي. الانجيل بقى تقرا تحفظ تفسر تسمع، كله حلو، بس مكسر. مكسرين في الصلاة، لان ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. كل ده بناء على انك انت مستني تقوم من الاموات. كتر بقى الحاجة المفيدة، كتر منها، تكتر قدسات، تكتر مزامير، تكتر خلوات، اهو كل ده اسمه مكسرين في عمل الرب. عمل الرب الخدمة، يا ربنا لما جه الدنيا قاعد يخدم، فيبقى شغلتنا على الارض خدام او كارزين او نور للعالم. كتر خدمة المرضى، على الفقراء، على الاطفال، على القريب، على الغريب، مكسرين. يبقى فكرة انك عاوز تكتر مش كفاية اللي انت فيه. ما اجمل الاحساس بانه مش كفاية، صلاتي مش كفاية، انجيلي مش كفاية، خدمتي مش كفاية. فاكرين مين اللي قال مش كفاية؟ ها؟ العذارى الحكيمات قالوا لعله لا يكفينا، مع ان عندهم زيت، بس عندهم زيت، بس واعيين حكمة، قالوا مش ممكن ما يكفيش. انما الجاهلات نايمين من بدري على انه ايه؟ على انه كفاية قوي، فطلع مش كفاية. فخلينا دايما مكثرين، لانه مش كفاية اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي. تعبكم ليس باطلا. تعبكم ليس باطلا. تعالوا نسترجع كده. نوح تعب 100 سنة وهو بيعمل فلك، بس تعبه ليس باطل. أكيد في ناس قالت أنت راجل مجنون، وبعد 50 سنة شقى ونزل مطر كذا مرة وخلص المطر، ونزل مطر وخلص المطر. كان يبدو أنه يتعب باطلا، لكن طلع أن تعبه ليس باطلا. من غير الفلك ده ما كانش هو وعياله نجوا، بالرغم أنه وقع بعد كده في خطية مثلا السكر، لكن تعبه ليس باطلا. الكتاب ذكره ضمن القديسين لأنه تاب. إذا تعبك ما راحش عليك، خلي بالكم المعنى ده حلو. جهادك، صلواتك، أمانتك، عطاياك، خدمتك ما بتروحش عليك. وإن سقطت أقوم. واحد زي أبونا إبراهيم تعبه لم يكن باطلا، قعد في الصحراء بتاع 30-40 سنة أهو، غريب ما بيعملش حاجة تقريبا، عنده خير كتير، مستني العيل، لكن تعبه ليس باطلا. الانتظار الطويل ده جاب له مش بس إسحاق، جاب له نجوم السماء. يوسف لم يكن تعبه باطلا، كان أمين لربنا في بيت فوتيفار وفي السجن، فضل أمين. طب ما تغلط زي ما الناس بتغلط وخلاص بقى، لا، فضل متمسك وراسخ وغير متزعزع ومكثر في عمل الرب، وتعبه لم يكن باطلا. فجأة بقى مخلص العالم. موسى لما كان اشتاق يخدم زمان وما نفعش في الخدمة، تعبه ليس باطلا. 40 سنة بيرعى أغنام، تعبه ليس باطلا. ليه؟ لأنه تعلمته احتمال الغنم، وطلع أنه برضو ما تعبش باطل. يسوع بالرغم أنه حصل حادثة عاي، وفي نكت حصل، وفي ناس راحت، لكن تعبه وجهاده ليس باطلا. سكن اليهود في كنعان ووصله. رعوس ما كانش تعبها باطلا، حبت حماتها وخدمتها وما كانتش عشمانة في أكتر من كده. طلع أن تعبها عند ربنا حاجة كبيرة قوي، كفئة تبقى جدة المسيح وتدخل السماء. صمويل لم يكن تعبه باطلا، حتى لو ولاده ما طلعوش زيه. صمويل أصبح كاهن عظيم في العهد القديم، طلع داود وطلع ناس حلوين. أختم وأقول بقى إيه؟ تعبكم ليس باطلا حتى لو الثمر اتأخر. يعني إيه؟ ساعات تتعب ما تلاقيش نتيجة، معلش، حتى لو ما شفتش نتيجة سريعة ما تقولش أنا بتعب على الفاضي. لا يا حبيبي، مفيش حب بيتقدم للناس على الفاضي، مفيش صلوات
بلا قيمة، ما فيش حاجة اسمها كده. كل تنهد بترفعه لربنا ليس باطلا، كل صرخة، كل صلوة يسوع بتاخد ربع دقيقة ليست باطلا. النتيجة ممكن تتغير. دانيال كان شهوته يرجع أورشليم، دانيال كان مزبي من صغره كشخص يهودي، نفسه يرجع أورشليم. قعد من سن 16 سنة تقريبا لسن 85 سنة مشتهي العودة لأورشليم، ما راحش أورشليم. بس حصل في حياة دانيال ما هو أهم من أنه يرجع أورشليم، أنه طلع منشور من ملك دانيال أن يسجد في كل العالم لإله دانيال. دانيال خلى العالم كله يعرف ربنا من غير ما أورشليم تعمر، وأول ما حط رأسه أورشليم عمرت، رجعوا المزبئين. وربنا طمنه. آخر إصحاح في دانيال ده ممتع جدا، دانيال 12. رئيس الملائكة بيقول له بص تعاللنا بقى في السماء نعمل لك حفلة كبيرة وسيبك من أورشليم والهوسة دي، ما تخافش هيرجعوا. إن كنت أنت بقالك 70 سنة بتقول يا رب رجعهم، هيرجعوا إذا كان ده اللي نفسك فيه. بس في موضوع أهم، أنت بقيت راجل محبوب، أنت نجم في السماء ساطع، أنت تعالى شوف العز اللي مستنيك في السماء. إن كان بقى على اليهود هيرجعوا، وراله المسيح اللي هيجي في دي البشرية، وراله المسيح جاي على السحاب يوم القيامة، فرجوا على كل حاجة. فتعب دانيال لم يكن باطلا. تعبك ليس باطلا لكن لازم يبقى حسب مشيئة الله. يعني ما تتعبش في موضوع وانت ماشي عكس إرادة ربنا. يعني يونان تعب لما خد المركب ورايح طرشيش، بس ده تعب باطل بقى. ليه؟ دي تربسة بقى، ده هو ماشي في سكة عكس اللي ربنا عاوزه. يجوز في المركب بيتضايق وظهره وجعه ومش عارف الوش بتاع بس ما انت اخترت سكة غلط. لكن اول ما رجع تاني رايح نينوى، يوم شغل بس كان تعبه ليس باطلا. حب التعب حبيبي ولا تستأمن الراحة. الراحة على الأرض خطر، التعب على الأرض مفيد، فما تستأمنش الراحة. كل ما الواحد بيريح كل ما الملكوت بيبعد. اتعب في أي اتجاه روحي، في أي اتجاه، تتعب في القراية كويس، تتعب في الصلاة كويس، تتعب في خدمة، تتعب في احتمال الناس كويس، بس اتعب. حب التعب وانتهز الفرصة انك تريح حد. خليك بقى ايه لماح، في شخص تعبان روح ريحه بأي تمن، يبقى انت كسبت حاجة كبيرة قوي قبل ما اليومين يخلصوا، فتبقى رصيدك بيزيد وانت بتتعب عشان تريح غيرك. حب التعب وافتكر الراحة الأبدية. كل ما تيجي تقول نريح قول لا نريح في السماء، هانت في السماء نريح، لكن هنا نريح ليه؟ هتخلص بسرعة، هنا الراحة ملهاش لازم. افتكر كمان العذاب الأبدي، كلمة دي تخوف. اللي فضلوا يرتاحوا في الدنيا دخلوا عذاب أبدي، اللي فضلوا يتعبوا مع المسيح دخلوا النعيم الأبدي. حب التعب بس خلي التعب في الخفاء بقدر الإمكان، لأن التعب قدام الناس بينزل يعني إيه درجته، بيقل رصيده قوي. لما تتعب عشان الناس تسقف خسارة، خصموا من الربح بتاعك. لكن تتعب ومحدش عارف يا بختك. أخيرا حب التعب ولا تشكي ولا تحكي ولا تستنى. عاوزكم تقولوا ثلاث كلمات دول وانت بتتعب، لا تشكي ولا تحكي ولا تستنى. تاني، ها، لا تشكي ولا تحكي ولا تستنى. يعني مش تقول تعبت قوي في الخدمة، ده كلام، تعبت قوي في التسبيحة، تعبت قوي، لا. ولا تحكي، خلاص تعبت ما تحكيش. ولا تستنى ان الناس تقدر او تكافئ، انت بتتعب من غير شكوى ولا حكاوي ولا انتظار من بشر، لإلهنا كل مجد وكرم.